بابا خلينا نتكلم. لو قلت لي انه سامي اللي جاي يخطبك كنت ما حكيت شيء، علما كل الموضوع بكير. بس عماد بابا انا وهو اتفقنا على كل حاجه خلاص. وبدون ما تاخدي رايي. امال انا بعمل ايه دلوقتي؟ ما انا باخد رايك. انا ماني موافق. بس انا قلت له ان انا هتكلم معاك وهتصل بيه علشان يجيلك. اتصل فيه وقولي له ما يجي. بابا شوفي مايا، لما طلبت الشغل عندي بالشركه ما منعت، قلت معلش خليها تشتغل وتتعلم، بس هذا الموضوع لا، هذا الموضوع مصيري وانا صاحب قرار فيه. بس دي حياتي انا. ماشي يا مايا، اذا مصره على هذا الموضوع انسي انه انا ابوكي. لوين كنت رايح؟ لعند فؤاد. قصدك لعند أمك؟ ايه وليش هيك زعلان؟ لا ماني زعلان، بس مدري كيف حاسس. ملبك، حاسس حالي كنت مخدوع كل هذا الوقت. بس خدعة بريئة. كيف تكذبوا علي كل هذا الوقت؟ نحن ما كذبنا عليك، بس خبينا عنك. الو، ايه يا سوزان، انت بتسوقي؟ طيب اسمعي الموضوع بسرعه. انا اتكلمت مع بابا، طبعا رفض. مش بس كده، ده زعل مني جدا. قال لي يا ستي لو انت وافقتي على حكايه عماد دي انت اللي ليكي اب. اوف لهالدرجه؟ طيب خلاص، بركي انا بحكي معه وبحلها. لا لا ما تاكلي هم، خلص رح حاول شوفه وبركي بشوف هداك كمان. ايه خلص انا برجع بخبرك ولا يهمك. الله معك، باي باي. سوزان، هي امي اللي حكيت معك؟ لا جابر، شبك ليش هيك صايره عم تفكر؟ ما بعرف، بس ما عادت قدران استوعب. ايه معلش، هلا وقت تشوف امك وتقعد معها رح تنسى كل شيء. لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات. اهلا وسهلا، خير؟ شو قصتك اليوم؟ شو قصتي؟ يعني رايق وعال العال. مو منيح يعني؟ بالعكس، انا بتمنى دايما اشوفك باحسن حالاتك. ولسه وحياتك حصير أحسن، أحسن بكتير. لك أنا أمنيتي بالحياة إنه شوفك دائماً مبسوط ومرتاح. عمتي بدك تسمعيني منيح. عم بسمعك. ليلى طلعت بريئة، حدا ورطها بالقصة. مثل ما بدك. عن جد عمتي، أنا متأكد. حبيبي أنا ما رح أتدخل، انت بتعرف مصلحتك وين واللي بيريحك ساوي. الله يخلي لي اياك يا عمتي، بس في شغله لازم تعرفيها، بدك تنتبهي علي منيح. خير؟ اكيد خير، بس هي مفاجاه.
مفاجأة كبيرة. شو في؟ كان في واحد بيشتغل عند أبي بالمصنع الله يرحمه، اسمه نبيل الصاحب. ايه مسكين يا حرام. بتعرف انه هذا مات وهو عم بيحاول انه ينقذ ابوك؟ لا عمتي، لا مات ولا شيء، وليكو هلا هو عايش ومتهني بالمصاري اللي سرقهم. لك شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ شو بك سامي انت بوعيك؟ طبعا، وانتي شفتيه وعرفتيه، بس عقلك ما استوعب انه ممكن يكون هو، لانك مفكرتيه ميت، صلوا ميت 20 سنه. وين شفته؟ بالشركة عمتي. بس أنا ما رحت على الشركة غير مرة واحدة وما شفت غير هذا. هو عمتي، هو نفسه جودة المحمود، هو نبيل الصاحب. خاطرك عمتي. وين رايح؟ قلت لي الموعد الساعة 6، بكير هلا. حاضر. وهي قاعدة. مو معقولة. يعني الوحيدة اللي دفعت الثمن بهالقصة كلياتها هي حنان، وخسرت كل شيء. خسرت عمرها، ولادها تشردوا. ولك صحيح كان عندها بنت صغيرة، شو صار فيها؟ ما صار فيها شيء. ليك لقيتها وتعرفت عليها وعايشة معها. ليش حنان؟ حنان مو ميتة. لك سامي، شو بتعرف كمان؟ بتعرفي لهذا هشام المحاسب؟ ايه. لقوها بالكاميون مقتول لأنه تعرف على نبيل الصاحب. لا. وهلأ نبيل مستقتل لأنه عرف كمان أنه حنان عايشة. طب ليش ما حكيت لي من الأول؟ ما بدي خوفك عمتي. عن جد شي ما بيتصدق. لك جودة شريكنا؟ أنا قلت لها لسوزان إنه بدنا نفك الشركة. ما تكون حنان ضحكت على عقلاتك. أنا ما شفت لحنان لحتى تضحك على عقلي. ومنين جبت هالمعلومات كلها؟ من سوزان وجابر. وعلى فكرة جابر ما بيعرف إنه أمه عايشة. ما بيعرف كمان إنه ليلى أخته. ليلى؟ مين ليلى؟ خلص عمتي، بعدين بحكي لك. لتكون ليلى نفسها ما غيرها، بنتها للي قاتلي أبوك. قلنا لك انه نبيل الصاحب هو اللي عمل كل شيء. خاطرك. لك ما عم بفهم، كنت قدامك كل الوقت، ليش هيك عملتي؟ اسال اختك وقت قلت لها اني امها شو ساوت. خلص ماما انسي، والله كنت معصبه. انا قلت قدامك انه انا مقتنع ببراءتها، قصدي براءتك. شو يا استاذ فؤاد، هيك ما بتقلي؟ الله يسامحك، على اساس انه انا كنت رح اعارض زواجك، ما هيك؟ قلت لحالي ما لحدا بنفوت فيها ببلاش. طيب يا جماعه، انا صار لازم اروح على الشركه، خديني معك. ماما انت خليكي، عنا مشوار انا وليلى هلا بنوصلك بطريقنا، بنترك جابر يحكي هو وامه. طيب بالاذن انا يا جماعه، بخاطركم. مع السلامه. بالمناسبه مبروك اللقاء اخيرا. حنا ما تواخذيني، بس أنا ما قدرت ما أحكي لجابر. صار. شو لوين بكون تروحوا؟ بدي روح شوف سامي وقول له إنه كل شيء انتهى. طب
طيب انت فكرتي منيح قبل ما تقرري؟ اكيد. ايه بس انا فهمت منه ومن سوزان انه هو ندمان كتير. في قصص ما بينفع فيها الندم، وهي الشغلة اللي صارت معي هي من هدول القصص. ايه بس الشاب منيح واللي مثله قلال. منيح لحاله، الله يخليه لأهله. ليك حبيبي جابر، اختك خلص ما عاد بدها اياه وما لا مقتنعة فيه اساسا. هلا اذا قناعة ما عاد فينا نحكي شيء، بس اذا كان موقفك رد فعل على الموقف اللي اخده، لازم تعرفي كثير منيح انه سامي كثير ندمان. ايه لا قناعة. ليش عم تجاوبي عن البنت؟ ايه عمو قناعة، مستحيل اربط حياتي بشخص شك فيه مرة واحدة. يلا ماما تفضلي، لبين ما الليلة تجهز حالها بنكون صرنا تحت. اعطيها الموبايل لليلة ان شاء الله ما تخلص موعد وتصل. خاطري. صاروا جماعتك نادين بيك. لا 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 طول بالك، المحامي تبعي قرا العقود، هن مشاركينك لك، واذا انت بعتني حصتك هن ما بيصيروا معك. كيف يعني؟ يعني هن ما بيصيروا شركائي تلقائيا، لازم يكون بدهم، وانت بالاصل تنازلك عن حصتك مخالف لشروط العقد معهم. لا يا نادين بيك، ليش ما خبرتني من الاول؟ لا تخاف، ما راح اورطك معهم، انا بشتري حصصهم كلها او بيضلوا معي. ايوه. عفوا يا جماعة برجع بعدين. لا لا أبدا، أنا ونادين بيك عم نستناك، تفضلي. أهلين مدام. مرحبا مدام سوزان. بدون أي مقدمات، أنا حصتي بهي الشركة بعت لنادين بيك، ونادين بيك عم بيقول إنه جاهز ليشتري منكم إذا بدكم. أو بتبقوا معي وحضرتك بتستلمي كل الشغل بصفة مدير عام. يا جماعة طولوا بالكم علي شوي، خلوني استوعب شو عم بيصير. القصة بسيطة كتير، جودة بيك باع حصته وصفينا حالنا بالشركة. ليش؟ بدي سافر. إيه محلك تجي لحتى تسافر؟ ظروف خاصة. وبنتك مايا شو رأيها؟ لا محلول الموضوع. هذا شيء شكلي، البيع تم بصورة نظامية بوكالة رسمية من الأنسة مايا لجودة بيك، وأنا برحب فيكم بالشركة. مو بس برحب، أنا بفضل إنه حضرتك تستلمي كل الشغل بالشركة. شو بدك أحسن من هيك؟ والله ما بعرف شو بدي لكم يا جماعة، بس خليني استشير جماعتي. طبعا طبعا، بس يا ريت بسرعة لأنه تأخرنا بالشغل بما فيه الكفاية. لبكرة معليش. أوكي. طيب يا جماعة بستأذن منكم. أهلا مدام. أستاذ جودت، لو سمحت وقت تفضى من اجتماعك عاوزتك بموضوع مهم. بالإذن. ليلى ليلى، ما عم صدق عيوني، كنت متوقع. كنت متوقع الاستاذ فؤاد، جيت انا لانه هذا الموضوع بيعنيني بشكل شخصي. عادي، شو بتحبي تشربي؟ مستعجله ما بدي شيء. انت شو بدك؟ وانا ما بدي اشرب شيء مثلك. شو بدك مني ليلى؟ بدي اياك تقدري موقفي وتسامحيني. على شو؟ على كل شيء. شوف سامي، نحنا ما كان بيناتنا شيء، انت كنت مستعجل ومتحمس كتير. صحيح. وانا كنت عم بطلب منك انه ما نستعجل لانك ما بتعرفني منيح. وانا هلأ كمان مستعجل. بس ما بتعرفني منيح. بالعكس، انا بعرفك كتير منيح. لا سامي، انت ما بتعرفني ابدا. باول موقف صار ما فكرت ولا لحظة ولا ترددت انك تصدق انه اللي صار حقيقة، وبعدين حملت حالك ومشيت وما عاد سألت. أنا بالبداية تفاجأت، كان بدي شوية وقت. معقول؟ مشان هيك سكرت الخط بوشي تاني يوم واتصلت فيك؟ معلش سامي، أنا ما رح أقدر أرتبط فيك، عن إذنك. ليلى، استني ليلى. Thank you.
شوفي مدام سوزان، هذا بضل موضوع خاص بيني وبين بنتي مايا. أكيد طبعاً، أنا ما بحب أتدخل بينك وبين بنتك، بس مايا هي اللي طلبت مني أتدخل. أنا لحد هلا ما بفهم، أنت قلتي لي إنه كان بتحب سامي وبدي إياه، شو اللي خلاها تقلب؟ ما بعرف، أنا كل المعلومات اللي عندي إنه هو بده يجي يطلبها منك بشكل رسمي. بتمنى منك إنك ما توقف بوجه سعادته. أنا سعادة معك واحدة مدام سوزان، أنا حصتي بالشركة بعتها مشان ما تشاركه. بفهم من كلامك إنه مايا هلأ ما بتملك شيء؟ أكيد، وهو لازم يعرف هالشيء، وبعدها إذا بده إياها يصطف له. يعني أنت شايفه فايت على طمع؟ على كل حال، هاد اختيار بنتك مايا، بالنهاية هي حرة باختيارها، أنا هيك رأيي. بتحبيها ليلى؟ ما بعرف، بس بكل الأحوال في شيء خلص، وهذا شو ما كان بيزعل. صحيح، ما بعرف ليش أحياناً نضطر نعمل شيء ضد رغباتنا وضد عواطفنا. ممكن هذا الشيء اللي عم نعمله هو الصح، حتى لو كانت المشاعر سادة. المشاعر دايماً صادقة يا ليلى، الكذب بيجي بادعاء المشاعر مو بالمشاعر نفسها. الواحد فينا ما بيخدع حاله، بس كتير سهل نخدع الآخرين، وهيك نكون عم نخدع حالنا. مرحبا سيد عماد. اهلا مدام سوزان، ممكن احكي معك كلمتين؟ تفضل. ايه سيد عماد، بدي احكي معك مشان مايا. ليش؟ كيف يعني ليش؟ ليش ما هي تحكي؟ هي مزعوجة شوي. عم حاول اتصل فيها من الصبح، موبايلها مسكر. أنا عم أقول لك هذا الحكي مشان تعرفي إني أنا ما عم بتهرب من المسؤولية. سيد عماد، مايا خبرتني إنك عرضت عليها الزواج. طبعاً، وأنا مستعد. كتير منيح، وهي موافقة. إمتى بدك تروح تطلبها من أبوها؟ بالسرعة؟ طبعاً بهالسرعة، مو حضرتك اللي عرضت الموضوع؟ أكيد، بس مو بهالسرعة، بالأول لازم رتب أموري. مو مشكلة، أنت روح اطلبها من أبوها وبعدين رتب أمورك على مهلك، لأنه بجوز يكون أبوها مو موافق. وليش حتى ما يوافق؟ ما بعرف، بس رح يوافق. أنت روح اطلبها وما دخلك بالباقي. أوكي، بس مدام سوزان لازم تعرفي هن اللي صار صار، وأنا ما عم تهرب من المسؤولية. كتير منيح، معناته أنا رح أحدد لك موعد مع أبوها مشان تجي أنت وأهلك. أنا وأهلي؟ شو؟ ما عندك أهل؟ مسافرين. إيه مو مشكلة، تعال لحالك. ما ضيفناك شيء. شكرا، ما بدي شيء. كنت حابب أحكي معك مشان الشغل. سيد عماد، هلأ مو وقت الشغل، عن إذنك. مع السلامة.
عمي. شو بك؟ ما في شيء. كيف ما في شيء؟ شو صاير معك؟ ليلى رفضتني. ايوه شو هالمشكلة يعني؟ ألف مين بتتمناك؟ الحق علي أنا. أنا ما كنت منيح معها. هي رفضتني بسببي. عمتي أنا ما بحسن أعيش بدونها. بتفهمي علي؟ معلش عمتي طول بالك، بكره اكيد بتروق. ما رح تروق، خلص انا خسرتها، خسرتها على طول، خسرت عمري كله. ليش هيك عم يصير معي؟ ليش؟ يمكن حظك مو منيح، بس باذن الله رح ترجع تتعدل الامور معك. انت مانك عرفانه، هي اتصلت فيي بس انا سكرت بوشها، انا سكرت بوشها. أهلين رويدة. الحمد لله ماشي الحال. شبه صوتك ليش هيك؟ كيف؟ أوف لهالدرجة؟ طيب حبيبتي شو بقدر ساوي هلأ؟ ماشي رح أجي لعنكم. أصلا في موضوع بدي أحكي معك فيه. لا موضوع شغل. إيه يلا جاي فورا. الله معك باي. ازيك يا سوزان؟ شفت العماد وما في مشكلة، أنت شو صار معك؟ بابا لسه ما جايش. لكي مايا، لازم تحكي معه وتقنعيه، عم تسمعيني؟ لما يجي بقى أشوف هعمل إيه؟ اسمعيني منيح، أنت لازم تضغطي عليه قد ما بتقدري. طب قولي لي أنت أضغط عليه إزاي؟ هو باع حصتكم بالشركة لنديم. ما جابليش سيرة الموضوع ده خالص. إيه وهي أنا قلت لك، مايا خبريني وقت تحكي معه مهما تأخر الوقت، أنا قاعدة. خلاص أنا متشكرة أوي يا سوزان. باي. أهلا مستر جودة، تفضل. لا معلش، هون أفضل. سيد عماد، أنت شو بدك من بنتي؟ ما بدي شيء. أنت بتعرف إنه هي بتحب واحد تاني؟ تعجبني ديمقراطيتك. عادي انه بنتك. تعرف ولا ما بتعرف؟ بعرف. كيف كنت ناوي تخطبها؟ هلا ما عاد في شيء بينها وبينه، فقلنا لحالنا انا ومايا انه من اول شغل بالرابطه الشخصيه. انو شغل؟ هي قالت لي انه قالت لك. صح قالت لي، بس انا جاي لهون لاقول لك انه هي ما فيها تتصرف باي شيء بالشركه من هلا ورايح. كل شيء صار باسمي. بسببي؟ عملت هيك مشان تبعدها عني؟ انت اكيد عم تحكي هذا الحكي مشان تمتحني ها؟ ابدا. يا سيد عماد كان كل شيء باسمي انا، بس لما جيت لسوريا كتبت كل املاكي باسم بنتي وهلا رجعتها الي. شو رويدة قليلي؟ شو بسامي؟ سامي مسكر على حاله الأوضة وما عم يفتح لي. ليش؟ شو صاير معه؟ ليلى خانم رفضته. تصوري سامي ترفضه ليلى. ايه طولي بالك، البنت ما أنا غلطانة بشي. سامي تخلى عنا بالبداية وهلأ رجع بده إياها. رويدة بنات الناس مو لعبة.
هلأ ليلى صارت بنات الناس؟ صرنا نعرف أهلها. آه الحقيقة والنعم من هيك أهل. أنت عرفتي من هني؟ طبعاً كل شي عرفت. وعم تحكي هيك؟ لأنه قصة ما بتتصدق. مزبوط ما بتتصدق بس صارت. وهي أنتي نفسك وقت اللي شفتي لنبيل الصاحب عرفتي؟ صراحة ما بعرف. رويدة أنتي ليش هيك معندي؟ عموماً ما عاد في معنى لهذا الحديث هلأ. البنت خلص ما عاد بدها إياها لسامي ولحقت حالها قبل ما هو يغير رأيه. أنت شو قصدك سوزان؟ أنت بتعرفي تماماً أنه أنا ما هان علي اللي عمله أبو سامي مع حنان. وبالأول ما كان هاين عليك يتزوجها. أنا ماني فهمانة، أنت ليش عم تفتحي السيرة هلأ؟ أنا ما عم بفتح سيرة شي. المهم هلأ، شو مشان الشغل؟ شو بو الشغل؟ جودة، يلي هو نبيل الصاحب بالواقع، باع حصته اللي اسمه نديم. أحسن، أصلاً ما بدنا هالشراكة معه. يعني عرفاني إنه نبيل. يعني صرتي تعرفي يا رويدة إنه حنان مظلومة. أنا حأعمل قهوة ورح حاول فيه لسامي. قفل موبايله. مين؟ عماد. مين عماد؟ خطيبي. وما بعرفه؟ هيخطبني اليومين الجايين إن شاء الله. ليش لكان ما عم يرد عليكي؟ أكيد قاعد تحت. وين تحت؟ ما خلص يا أم تحسين. مساء الخير. مساء النور. قومي اعملي قهوة. بابا. حاضر. أنت بعت حصتنا في الشركة لمستر نديم؟ أيوه. طب وليه ما قلتليش؟ أنا من إمتى كنت آخد رأيك بالشغل؟ أوكي. معنى كده إن معانا سيولة. يعني ممكن تديني فلوس. لشو بدك الفلوس؟ علشان مشروع أنا وعماد. أنا شايف لك المشروع كله من أساسه ما رح يصير. يعني إيه؟ يعني عماد يمكن يبطل. يبطل إيه؟ كل شيء. أنت شفت عماد النهاردة؟ شفته وفتحته بالموضوع. كمان قلت له شغلة بس لشوف ردة فعله وطلعت مثل ما توقعت بالضبط. أنت قلت له إيه؟ قلت له إنه بنتي مايا ما عاد تقول لك أي شيء. أنت قلت له كده ليه؟ حبيت أكشف قدامك لشوف إذا فايت على طمع. ليه يا بابا عملت كده؟ انت خربت الدنيا على دماغي، ليه عملت كده؟ تخرب يا بابا تخرب. خلاص سوزان، انا قلت لك من الاول مو فارقه معي، اعمل لي اللي بدك اياه. ايه بس هذا نديم مضمون؟ يعني جودة المحمود كان مضمون؟ ما شفتي شو طلع؟ المهم هلأ إني أنا رح أحاول أوصل معه لشكل تفاهم ما نخسر فيه أي شيء. عمي خليك، بدي حط عشاء. ماني جوعان عمتي، بس يلا بعد مع سوزان مشان ما أتركها لحالها. سوزان أنا شفتها الليلة وأخيرا. بس هي رفضتني نهائيا. أنا نعم على قلبي، ما عاد أقدر أفكر بوقتها. بوقت شو؟ وقت صار مع اللي صار. متذكر سامي كنت معك بوقتها، طلبت منك أنك توقف جنب هالبنت بس أنت ما وافقت. كان مامي على قلبي سوزان، بس هي ليش هيك صار معها؟ ليش؟ حدا مدبر لها المقلب. حدا مثل مين؟ مين له مصلحة يضرها لليلة؟ ما بعرف. مين بيكرهها لهالدرجة لحتى يحطها بهيك موقف؟ انت ما سألتيها؟ سألت مايا. ومايا شو دخلها؟ ايه صحيح. بس معقولة مايا تكون عاملة هيك موقف؟ لا سامي مو مايا، بس كان في حدا بده يخدم مايا ويبعد ليلى عن طريقك. حدا؟ حدا مثل مين؟ ما بعرف.
سوزان احكي مين؟ عماد. من الكلب. لوين راح؟ شو قلتي له حتى مشي؟ متذكر وقت اكلت عنا اول مره وكيف حكيت انك متذكر الطعمه؟ وما كنا نخلص بكي يومين وهي عم تبكي، قال كيف انحرمت منك وانت انحرمت منها كل هالسنين. شفت ليلى زعلانة كتير؟ هي زعلانة لأنها مو قدرانة تسامحه، بس هي بتحبه. ايه بتحبه. لو ما كانت بتحبه ما كانت انجرحت منه كل هالقد. ماما حبيبي جابر، فوت نادي لها لليلى، بركي بتقبل تيجي معك وتاكلها لقمة. قل له يجيب اغراض ويجي يعيش معنا. ايه بقول له. لا هلا بدك تقول له. اهلين ماما. تفضلي ليلى. ماما. روحة. بدي استاذنك اخذ ليلى تعيش عندي. شو؟ طولي بالك شوي. يعني ما بصير نزعجكم انت وفؤاد. بكفي اللي شافه من ورانا. لا ماما، انت واختك بتكون تعيشوا معنا هون. انا احب ما على قلبي. ماشي، بس اليوم لازم اروح على بيتي، في عندي قضايا بدي راجعها مشان بكره. بروح معك. لا ماما، بس اليوم رح يروح لحاله، من بكره ما في بيت لحاله، مفهوم هالحكي ولا لا؟ هلا بدي افهم، انت زعلانه من سوزان والام انطوانيت لانه انقالوا لجابر ولا لازم تتشكريهم؟ انطوانيت بالزور كانت قدرانة تخبي، أما سوزان شو بها سوزان؟ ما بها شيء، بس ما كان لازم تحكي. ماما أنا اللي ضغطت عليها. سوزان صرت عظيمة كتير، وقفت جنبي وهي ما بتعرفني، وجابر كمان يقور قلبي، ما كان بيعرفني بس ما قصر، وهن اثنين وصلوني لباب البيت. وأنا يا ليلى؟ أنت أحلى عمو فؤاد بالدنيا. بقى أنتي أنا يلي ما سويت شيء منيح بهالدنيا. بالعكس، انتي احلى ام بالدنيا. بكفي هالكارستين اللي جبتي لنا اياهم. يلا جابر قوم خليني وصلك. لا مو ضروري تعذب حالك. لا سيدي ضروري، في شغله عايزك فيها. هلا قل لي بصراحه، شو في بينك وبين سوزان؟ شو بده يكون يعني؟ ما في شيء، خلص ما في شيء. قوم جابر يلا. فينا نحكي كلمتين على انفراد برا؟ ما خلصنا من قصتك مايا؟ انا عاوزك غير قصه وحياتك. تفضل. لك نزل ايدك. يلي بيني وبين سوزان علاقة صداقة ظريفة. يكون شو ما يكون، مانك مضطر تنكر قدامي. بعدين لا تخاف، ما رح اشكيك لأمك. هلا بجوز في شيء أنت ما بتعرفه يا أستاذ، إنه ممكن تكون في علاقة صداقة متينة بين الرجل والمرأة. إيه، يعني أنت علاقتك فيها متينة كتير. خلص خلص، ما بدي أحكي معك. هلا أنا عن جد مصدقك، بس حسيت كأنه أمك مو عاجبة الوضع.
الو ليش خير؟ ايه بالبيت انا. شو باب المخفر؟ طيب يلا هلا جاي. خير شو في؟ هذا سامي مضارب عماد ومدميه، ما بعرف بجوز كاسر له شي شغله كمان. مين عماد؟ اذا بدك توصلني بحكي لك على الطريق. تفضل. تفضل. وصل مع النتيجة. انتي مشغولة دلوقتي؟ سوري. خلاص اوكي. اكلمك الصبح. باي. خدوا من وشي. مادام ما بده يحكي شيء، خليه بكره يحكي مثل التوتو قدام هذا التحية. طول بالك حضرة المساعد، هلا بده يجي المحامي. ايه مو ضروري يجي هلا. خليه بكره الصبح يلاقي له عند قاضي التحقيق، هون ما له شغل عندي. طمنيها لعمتي بلاد تركيا. بشو بدك تطمنيها؟ انه راح ياخذ له 6 أشهر حبس؟ لا لا، انه هي خناقه عاديه، ما بدك لهالشيء. اذا بدك المفيد، انا بنصحك انك تروحي على المستشفى وبتشوفي اللي انضرب. طمنها قال العامة مكسره للزلمة. جابر كنت رح اتصل فيك وقلك ما تجي. ليش شو صار؟ حطوه بالنظارة للصبح لحتى يبعتوه عند قاضي التحقيق. شو هالحكي هاد؟ كلياتها خناقة عادية ما محرزة. لا جابر مو عادية، لأنه عماد بالمستشفى. لهالدرجة؟ قال لي المساعد روح شوفه بالمستشفى، حسب حالته يبين معنا وضع سامي. ايه طبعاً، إذا هيك صحيح. هو سامي ليش هيك عميل؟ الحق علي أنا. أنا اللي قلت له إنه عماد هو اللي دبر الموقف السخيف اللي انحطت فيه ليلى. العمى ما أحقره. هدي ندالي، مالنا مختلفين على انه هيك وبيستاهل الضرب، بس المهم هلا سامي. واكيد مايا هي اللي طلبت من عماد هذا الشيء. لا مو هي. بس انا فهمت من سامي انها كانت تحبه وتحاصره. المسكينه كمان هي ضحيه عماد. انا هلا بدي اروح على المستشفى لاشوف شو بقدر بعمل. طيب انا بروح معك. شكرا. انا بوصلك. لا معلش، لا تعذب حالك، انا بوصلك. طيب بكرة الصبح طمنوني شو بصير معكم. ولا يهمك. سوزان دخيلك قلبي عم يغلي مثل النار. لك طب ليش ما عم برد على الموبايل؟ ماشي رح استناك. ماشي لا تطولي علي. مساء الخير. تأخر.
تأخرت. لو تعرفوا شو صار. شو جابر؟ شو صار له؟ مين جاب سيرة جابر؟ مين لك؟ سامي. ايه والله ما عندي رغبة اشوفه، بس بكل الاحوال اذا صار معك شيء اعملي لي رنة على الموبايل بيجي لعندك فورا. طيب انا هلا شو لازم اعمل؟ ما بعرف. جابر شبك؟ بدنا نطالع سامي. هلا اهم شيء ما يكون عمل له عاهة دائمة وما يزوروا التقارير. بكل الاحوال انت روحي شوفي حالته هلا وخدي نسخة مصدقة عن تقرير الاطباء اللي رح يفحصوه. شكرا. اهلا وسهلا. لو سمحت في قبل شوي واحد فات لجوا. شو اسمه؟ عماد. عماد شو؟ والله ما بعرف عماد شو. قل لي وين قسم الاسعاف؟ قسم الاسعاف دغري عيدك اليمين. طيب ماشي شكرا. اهلا وسهلا. كل هذا عم يصير بسببي. انا ما كان بدي يصير هيك ابدا. معك. هذا بيدل على شيء كثير مهم. ايه ليلى؟ لازم تفهمي من هالشي اللي صار قديش سامي بيحبك. اي شو هالحب المجنون هاد؟ ما كان لازم سوزان تقول له شي لسامي. تصبحوا على خير. ما في شيء، كنا شاكين بشي ضلع مكسور بس الحمد لله ما في شيء. طيب دكتور انا بقدر اخذ تقرير بهذا الحكي؟ طبعا. هيك بدكم تتعاملوا مع الموضوع؟